بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل، قال باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام، قال باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. ذكر في رواية عن غائب أنه قال إن لجلوس بباب الحسن، إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي، قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه فاقرأه السلام، قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام، قال فقال عليك وعلى أبيك السلام. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. وحمل السلام هو أمانة لابد من إبلاغها، لابد من إبلاغها. فإن قال لك فلان، إن ذهبت إلى فلان فأقرئه من السلام، فلابد من إقراء السلام، فلابد من نقل ذلك لأنه أصبحت أمانة. وبيذكر في الباب الأول أو في الرواية الأولى قال إنا لجلوس بباب حسن، إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي، قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيه فاقرأه السلام، قال فأتيت فقلت إن أبي يقرئك السلام. يبقى إبلاغ السلام هذا من باب الأمانات لو حمل الإنسان هذا الأمر. فقال عليك وعلى أبيك السلام، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد ذلك السلام، كيف نرد هذا السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. ثم ذكر أيضا الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله. فبينت هذه الرواية من رواية عائشة أنه أن الرد على المبلغ غير واجب. يبقى الذي بلغ ذلك السلام يا ترى إن قال لنا أن فلانا يقرئك السلام كيف يكون الرد؟ إما نقول عليك وعليه السلام أو نقول وعليه السلام. يبقى إما نحن هنقول عليك وعليه السلام، فعند ذلك أشركنا ذلك المبلغ للسلام الحامل للسلام، أيضا قلنا عليك وعلى فلان السلام، أو أننا نقول على فلان السلام، على فلان السلام الذي حمل ذلك السلام إلى فلان، فقال إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله، عليه السلام ورحمة الله. ثم ذكر باب آخر وباب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك، يجيب بقول لبيك. باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك. ذكر في رواية عن عبد الرحمن الفيري أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائذ شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فسطاتي، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح، فقال أجل، ثم قال يا بلال قم، فصار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك
وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرق لي الفرس، فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، فركب وركبنا وساق الحديث. بيذكر في هذه الترجمة باب الرجل ينادي الرجل فيجيب بقوله لبيك، يقول لبيك، هل يا ترى يجوز أن يقول لبيك وأن يجيب بذلك اللفظ أم لا؟ فذكر هذه الرواية عن عبد الرحمن الفهري أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وقال فسرنا في يوم قائذ شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجر أو الشجرة، فلما زالت الشمس قال لبست لأمتي وركبت فرسي استعد لخوض المعركة، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في فسطاته، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قلنا طبعا عند إلقاء السلام أن إما الإنسان يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أو يستكمل هذه اللفظة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا على حسب ألفاظ السلام بيرتب الثواب، على حسب ألفاظ السلام بيرتب الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل وقال السلام عليكم قال 10، وقال آخر السلام عليكم ورحمة الله قال 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. وبينا قبل ذلك الإنسان ما ينبغي أن يزهد أبدا في الثواب أو الحسنات، يبقى لا يقف عند حد نقول هذا سلام، و لكن نقول لما بنستكمل العبارة هذا أفضل، لما بنستكمل العبارة هذا أفضل. قلنا على الرغم أنه حيجزئ إن قلنا السلام عليكم، لكن لماذا طبعا نفقد هذه الحسنات؟ يعني يا ترى إيه الدافع عشان نفقد هذه الحسنات؟ ونقول الإنسان بيسعى دوما أن يلتقط أي حسنة تكون في طريقه، لا نتخلى عنها ولا كذلك نغفل عنها ولا نزهد فيها، يبقى المطلوب الإنسان لا يزهد أبدا في أي حسنة. وإحنا دايما في تجارة مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، أنت في تجارة مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تزهد في حسنة واحدة. قلنا عسى أن تكون هذه الحسنة هي التي يثقل بها الميزان، دايما كده نقول أن الميزان لابد أن ينصب أمام الأعين دوما، دوما كده نشاهد مشهد الميزان، نقول في كل أحوالنا يعني عند الكلام عند الأفعال عند الحركة عند السكون بنشهد مشهد الميزان. قلنا وهذا المشهد قلنا نعلم أن الأفعال حتوزن، الأعمال حتوزن، الأقوال حتوزن، وبالتالي على ذلك بننتبه إلى ما يثقل به كفة الحسنات، ما يثقل به كفة الحسنات. وبالتالي يا ترى ليه إحنا حنزهد أو إن إحنا نغفل عن التقاط هذه الحسنات؟ قلنا خاصة أنت ستقوم بإلقاء السلام، لكن لماذا لا تستكمل اللفظة؟ لماذا لا تستكمل العبارة؟ قلنا خاصة ما يرتب عليها من ثواب، يبقى فيها حث وتحريض العباد على إتمام الأفعال، على إتمام الأفعال على أتم وأكمل صورة. يبقى دايما كده ده من خلق المسلم إن لما يسعى إلى فعل أو يسعى إلى قول يبقى نتمم أو نخرج هذا القول في أتم وأكمل صورة على رجاء أن نحصل على ذلك الثواب كاملا. فلما أتى فقال للنبي السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وقد حان رواح، فقال أجل، ثم قال يا بلال قم، يا بلال قم، فصار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال أسرق لي الفرس، فقال فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، فركب وركبنا. يبقى الشاهد من ذلك أن بلال رضي الله عنه لما نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك، لبيك يبقى ده إجابة لهذا النداء، إجابة لهذا النداء. ولذلك كان شعار الحج كما هو معلوم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى على ذلك نقول ده الشعار، إجابة من بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك، لا ينفك الإنسان من طاعة إلا ويقيم على طاعة أخرى. ولذلك قال لبيك وسعديك، يبقى يجوز إن نادى عليك منادي أن تقول لبيك، لبيك فلان، يبقى على أساس أنه نقول أنا حاضر أنا آتي، يبقى أنا أجيب ذلك
النداء. يبقى لا حرج من هذه اللفظة، لأن بلال رضي الله عنه أجاب على النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عليه وقال يا بلال قم، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بسرج ذلك الفرس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك، قال في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. ثم ذكر في رواية عن ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك. أضحك الله سنك أي أدام الله فرحك وسرورك. يبقى أضحك الله سنك أي المقصود بها أدام الله فرحك وسرورك. يبقى كما نقول كده لفلان، يعني رأيناه بيضحك في فرح في سرور، يعني نقول أشركنا في ذلك الفرح والسرور، أشركنا في ذلك الفرح والسرور. أدام الله عز وجل عليك الفرح والسرور، أدام الله عز وجل عليك الفرح والسرور. ندعو له بذلك الدعاء أن تستديم عنده الفرح والسرور. فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك. ثم ذكر باب آخر وباب في البناء، قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، قال الأمر أسرع من ذلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. ذلك أيضا في رواية أخرى عن الأعمش بإسنادي بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وهي، فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وهي فنحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي أن الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلحه. يبقى ده معنى الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير دوما إلى هذه المعاني يربي عليها الصحابة رضي الله عنهم. ليس معنى الكلام أنه يترك ذلك البناء حتى يسقط، ليس هذا هو المعنى، ولكن المعنى دائما بيحث القوم على أمر الآخرة وألا ينشغلوا بأمر الدنيا. يبقى ده معنى الكلام، ليس معناه يعني أن احنا هنترك الدنيا ونزلت فيها وبالتالي لا نعمرها، لا، ليس هذا هو المقصود. الإسلام حث على العمل وحث على الجد والاجتهاد وحث على تعمير الدنيا، ولكن المعنى دائما فيها تنبيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يعني لا يغفل عن أمر الآخرة، ما نغفلش أبدا عن أمر الآخرة، وإحنا حتى بنطلب الدنيا لا نغفل عن أمر الآخرة. فلذلك قال الأمر أسرع من ذلك. يبقى بينبهه كده ان الموت حتى لا يغفل عنه الانسان، قلنا الان طبعا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امور الدنيا ممكن ينشغل بها الانسان فيغفل عن امر الاخرة، وبالتالي ما ينبغي ان نغفل عن امر الاخرة في لحظة من لحظات. نحن الان في انتظار الموت، نحن الان دلوقتي دايما نتذكر اننا انا وانت في انتظار الموت، أنا وأنت في انتظار الموت، قلنا حالنا يعني كحال من حكم عليه بالإعدام، قلنا اللي بيحكم عليه بالإعدام بينتظر بين لحظة أخرى أن ينفذ الحكم، وحكمي وحكمك أيضا أنه قد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت، فأنا وأنت بننتظر التنفيذ، زي ما الإنسان اللي هو بيحكم عليه بالإعدام بينتظر التنفيذ، أنا وأنت بننتظر تنفيذ الموت، يعني مش لسه هيحكم علينا بالموت، لا، ده إحنا أساسا بننتظر تنفيذ الموت، فالأمر أسرع مما نتخيل، فكان على ذلك لا تغفل عن أمر الموت، وأن الموت بيطلب الإنسان، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قلنا الآيات دهيت، نقول هذه الآيات
لا ينساها الإنسان ولا يغفل أبدا عن معناها. وإن غفل الإنسان عن الموت فالموت طبعا يدرك الإنسان، إن فر الإنسان من الموت فالموت يلاحق الإنسان. فيبقى ده معنى الكلام، إن حتى وإحنا بنمارس حياتنا الدنيوية أمور الحياتية يبقى لا نغفل أبدا عن أن الموت بيطلب الإنسان، وما نغفلش عن هذه الحقيقة. قلنا لأن مع انشغال الإنسان ألف الإنسان للأمور الحياتية بينسيه تماما أو يجعله يغفل عن أمر الموت. فأنا وأنت بننتظر كل لحظة أن يأتينا ذلك الموت، بننتظر تنفيذ الحكم. يبقى ده حكم أساسا، ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة قضى علينا سبحانه وتعالى بالموت، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، وكما بيّن سبحانه وتعالى أن العبد بيحيا هذه الحياة فترة زمنية محددة نحيا بها على ظهر الأرض، قلنا من أجل العمل تنفيذ مهام معينة، وبالتالي حنجازى على أساسها كما بيّن لنا ربنا سبحانه تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبمنساش أبدا أنا موجود على ظهر الأرض للعمل، قلنا يبقى أنا العمل اللي أنا حنسأل عنه عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويجازى الإنسان على حسب ما قدم من أعمال. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني بيلحقنا. نقول أنا وأنت الآن في انتظار تنفيذ الموت، يبقى في انتظار تنفيذ الموت سبحانه والله، كمان ساعة كمان ساعتين، ده ممكن اللحظة هي فاتت، اللحظة التالية يبقى التي بعدها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذه المعاني، ولذلك قيل أن الصحابة ماتوا قبل أن يموتوا، عاشوا الحدث ده، هو عاشوا الحدث وكانوا ينتظرون التنفيذ، وكانوا يرون الدنيا على حقيقتها كما رباهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ده كان حقيقة الدنيا، والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشاة الميتة، يبقى قال لهم كده والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قلنا طبعا يعني ده مثل حي، إنسان نقول حيبقى بكل أحاسيسه حيدرك هذا الأمر، بكل أحاسيسه حيدرك ذلك الأمر. الدنيا هينا نعم حقيرة، نعم إحنا بننتظر الموت بين لحظة وأخرى، نعم نقول إحنا بننتظر التنفيذ، قلنا حالنا كحال الذي حكم عليه بالإعدام بينتظر التنفيذ، مش هيقول الله التنفيذ خلاص من بداية ما حكم عليه، وبينتظر تنفيذ الحكم. إحنا كذلك نقول نحن قد قضى علينا وحكم علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت كما وهب لنا الحياة، كل يعني إنسان وهبت له الحياة قد حكم عليه ربنا سبحانه وتعالى بالموت فينتظر التنفيذ. لذلك إحنا بنجد كده جنين في بطن أمي وصل إلى 5 أشهر ثم نقول بقى سقط، بعد بس الروح نقول ده عمره أساسا، بمجرد أن هو خرج للدنيا مات، خرج للدنيا عاش ساعة واحدة ثم مات، عاش يوم كامل ثم مات، عاش أسبوع كامل ثم مات، عاش شهر ثم مات، عام ثم مات، نقول قضى ربنا سبحانه وتعالى التنفيذ. وبالتالي أنا وأنت بننتظر تنفيذ هذا الحكم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك قال الأمر أسرع من ذلك، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم، وقد رفع الرجل لقمة إلى فيه يعني لا يطعمها، نتخيل كده الساعة لما هتقوم يبقى الرجل كده أخذ اللقمة يرفع اللقمة إلى فيه قبل ما تصل إلى فيه، نقول يقضى على ذلك الإنسان، وصلت إلى فيه قضي على هذا الإنسان. نقول لكن اللقمة في فيه مات قبل أن يبتلع اللقمة، نقول في لحظة واحدة، لحظة ما أسرع الموت، يعني ما أسرع الموت. ولذلك قال الأمر أسرع من ذلك. هل يا ترى لو أتاه الموت حينتظر لغاية لما ينتهي من إصلاح هذا الخص؟ نقول لا، يعني يقول لعله كده يعني رفع اليد حتى يقوم بإصلاح هذا الخص قبل أن تصل يموت ذلك الإنسان. فالأمر أسرع من ذلك، يبقى ليس معناها أن احنا نترك الدنيا، نترك تعمير الدنيا، نترك العمل، ينتظر الإنسان كده الموت يبكي جنب حائط كده لغاية لما ينتظر الموت. لا، نعمر الدنيا كما قال، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو قام الساعة وفي أحدكم فسيلة، أي إن استطاع أن يقوم بغرسها
على غرسها، يبقى بيحث العبد على العمل حتى نهاية الحياة، وبالتالي كل عمل يكون له نية حتى نكتسب الأجر والثواب. تخيل الساحة تقوم، لو كان معك فسيلة قم بغرسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل صالح بغض النظر مين اللي هينتفع به، احنا ساعات كده اللي بيخلينا ننقطع عن بعض الاعمال الصالحه هو عدم رؤيه من ينتفع بذلك الامر. ايه اللي هيفيده؟ نقول على ذلك هذا عمل صالح، تفعل العمل الصالح، يبقى ان كان ده عمل صالح عمل صالح. يبقى من غرس غرسا او زرع زرعا فاكلت منه بهيمه او طير او انسان كان له صدقه حتى ما سرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما سرق من ذلك الزرع وذلك الغرس نقول كان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل صالح، يبقى دي كلها أعمال صالحة. يبقى غرس غرس، زرع زرع، هتأكل منه بهيمة، يأكل منه إنسان، يأكل منه طير، أو حتى ما سرق من ذلك الزرع والغرس كان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل صالح، ودائما الإنسان يسعى إلى أي عمل صالح مع عدم الغفلة عن الموت، مع عدم الغفلة عن الموت. وبالتالي نقول الموت سريع، أسرع ما يكون، أسرع ما يكون، لكن ألف الإنسان للحياة كل يوم بجد نفسي ما زلت على قيد الحياة. فعلى ذلك بينسى الإنسان، يغفل، عنده أمال طويلة، نقول أمال طويلة، عندنا أمال عريضة وطويلة جدا، وقائمة نقول هذه الأمال قائمة طويلة، فبينسى الإنسان. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن عمر، ابن عمر يعني كن عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قلنا أدي ابن عمر كان بيترجم الكلام ده، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ده كانت حياتهم مترجمينها كده. يبقى احنا دلوقتي انتظرنا، صلينا الفجر الحمد لله رب العالمين، جلسنا في مجلس العلم، ما تأملش ان احنا نعيش اكثر من ذلك، يبقاش عندك امل ان احنا نعيش اكثر من ذلك. لكن نقول هذا الاحساس ما يدفعكش الى القعود وعدم العمل، لا بتعمل، ولكن نقول كأمال يبقى انا بنتظر الموت، قلنا عشان نكون على استعداد تام في اي لحظة يأتينا ذلك الموت، ان لم تكن الساعة العامة كانت الساعة الخاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا خص لنا وهي فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أي أن الموت أسرع من فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلحه. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك، فرجع الرجل إلى قبتي فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، أي يعني ما لا بد منه. قال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، قال أي ما لا بد منه. فبيذكر أيضا في هذه الرواية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة عالية مرتفعة فقال ما هذه؟ قال يا أصحاب هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل
الغضب فيه والإعراض عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم فهم وعندهم أساسا أيضا ينظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون ما يغضبه وما يفرحه، فإذا رأوا ذلك الغضب كانوا يفتشون في أنفسهم. يبقى أول ما شاف الغضب كده والإعراض من النبي صلى الله عليه وسلم نقول يفتش في نفسه، فشكى ذلك لأصحابه قلنا يخشى على نفسه أن يكون هناك غضب من الرب سبحانه وتعالى نزل أو وحي من الله عز وجل بغضب على فلان، نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يخشى أن يكون هناك وحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغضب على فلان، فده كان خوف الصحابة رضي الله عنه. فشكى ذلك أصحابه قال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول بمجرد كده يبقى شاف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ايه التغير، ايه سبب التغير، يبقى كان يفتش في نفسه مباشرة مخافة ان يكون الوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فلان، وبالتالي كان يفتش في نفسه فشكى ذلك إلى أصحابه وقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك، حكوا له القصة فرجع الرجل لقبته فهدمها، ما سألش يعني هي دي اللي أغضبته، فعلى ذلك قام بهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. يبقى نقول إحنا بنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، معنى الكلام كده إن إحنا نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة بقدر الحاجة، أما ما فضل عن حاجة الإنسان فيدخر ذلك للآخرة لا يمسكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. يبقى الإنسان كده أنا بنشغل بأمر آخرتي، بنشغل دايما بأمر آخرة، أخذ من الدنيا بقدر الحاجة بقدر الحاجة، أما ما زاد عن الحاجة فلا تنشغل. قلنا لأن لا تتخذ الضيعة فترغبوا في الدنيا، قلنا لما بيكثر مال الإنسان بينشغل بذلك المال باستثماره حتى نقول أنه حيحقق هذه أرباح طيبة وأرباح حلال، ولكن مع ذلك نقول انشغلت بالدنيا عن طلب الآخرة، انشغلنا بالدنيا عن طلب الآخرة. المطلوب ان احنا نعمر الدنيا ولكن لا نأخذ من الدنيا الا بقدر الحاجة، ويكون هدفي كله هو انني يعني ادخر هذه المدخرات لأمر الآخرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ايكم مال وحب اليه من مال ورثه؟ قالوا ما منا من احد الا ومال وحب اليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت، اللي انت بتدخر ده دلوقتي ده مال الورثة هم هيستمتعون به وأنت تحاسب عليه، أنت تحاسب عليه. طب أنا أستمتع بمالي إزاي؟ أستمتع بمالي يبقى أنفق ذلك المال في سبيل الله، ليس الاستمتاع بالمال أن أنا أحصل على ملذاتي وشهواتي في الدنيا هو ده الاستمتاع، لا، ده الاستمتاع بالمال هو أن نشتري الآخرة بهذا المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فنبيع ونشتري مع الرب سبحانه وتعالى، مش هنبيع ونشتري في ركعات في صوم فقط، لا، في نقول مال. لذلك بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قال ولم ذاك؟ قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما يصلون وكما نصلي ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. اللي شغلهم إن دولت عندهم مال بيتصدقوا به وهم كفقراء ليس عندهم مال، فدولت هيسبقوهم. يبقى يسبقوهم إزاي؟ إيه العمل يسبقوهم به؟ عن طريق النفقة. فبالتالي يبقى أنا في المال إزاي أشتري بها الآخرة، كيف أشتري بها الآخرة. لكن لو أمسك الإنسان المال نقول فلان غني
عنده مال كثير، إن مات فلان انتقل ذلك المال إلى غيره، هو هيحاسب على المال، يعني هو هيحاسب، أنا كصاحب مال هيحاسب عليه، رغم أنه بعد موتي هينتقل إلى الورثة يستمتعون به، لكن أنا أحاسب به. طب إزاي أنا لا أشتري به الجنة؟ إزاي لا أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى؟ نقول لا شك أنك أنت مش المطلوب تنفق ذلك المال بأكمله، ولكن نقول يعني تترك بعض المال للورثة حتى لا يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحرص الشديد على أن أشتري الجنة بذلك المال وأدخر هذا المال لنفسي عند ربي سبحانه وتعالى. لا تنتظر أن يفعل ذلك أولادك من بعدك، لا، ولكن أنت تفعل ذلك حال حياتك، حال حياتك. أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت والورث ما أخرت. ولذلك كما قال ألهاكم التكاثر حتى أقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. الصدقة هي المضية، هي المتبقية، وأما سوى ذلك فذهب وتركنا غير الاستعمالات دي، هو خازن للمال، حيموت حيذهب لغيرك، هيستمتعون به وأنت تسأل عنه عند ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي إيه اللي يمنعك أن تقوم بإنفاق ذلك المال، تدخر هذا المال، يعني كأن بالضبط كده حيسافر في سفر يأخذ معه شطر ذلك المال. نقول لماذا لا تأخذ شطر ذلك المال؟ حتى نقول لماذا لم تأخذ ثلث ذلك المال؟ حتى ثلث، يعني ثلث، وده كان حال الصحابة. طب ثلث المال، لماذا لا تأخذ ثلث المال معك؟ لماذا لا تأخذه؟ يبقى تترك هذا المال بأكمله وتذهب كده وكأنك أنت اللي هتتكفف. لا، نقول الله لو كنا في سفر هحمل معي المال الذي يعين على ذلك السفر، وبالتالي في الحالة احنا في سفر هنسافر هنترك الدنيا ونسافر، طب يا ترى ايه المال اللي انت اخذته معاك؟ تركنا جميع ذلك المال لمن بعدنا حتى يستمتع به، وانت تحاسب بذلك المال. يبقى اما سوى ذلك فذهب وتركه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لازم يكون فقيه مع نفسه، ولازم يكون عنده حرص شديد على النجاة. عندي حرص شديد على النجاة، أي سبيل من سبل النجاة يبقى لابد أن يعتمد في حياته، وبالتالي يبقى المال ليه هنترك المال؟ دايما كده الإنسان بدأ بالشح والبخل، حتى الشح على نفسه يظن بذلك المال والخير على نفسه. إيه اللي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ قلنا يبقى على ذلك يبقى نقول فلتحمل معك ثلث ذلك المال في سفرك الطويل، أنت تحتاج إلى ذلك، أنت تحتاج إلى ذلك. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه، وإن لأنه حينشغل به لا تتخذ الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حنرغب، يبقى كل ما بيزداد نصيب الإنسان وحظ الإنسان بالدنيا كل ما بيبقى تمسك الإنسان بالدنيا أكثر، كل ما بيكون تمسك لهذا الإنسان بالدنيا أكثر، عنده ما يشغله، عنده ما يشغله. لكن لو ما عندناش ذلك المال أنا هنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، هنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في اتخاذ الغرف. ذكر في رواية عن دكين بن سعيد المزني أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام، فقال يا عمر اذهب فاعطهم، فارتقى بنا إلى عليا فأخذ المفتاح من حجرته ففتح، فارتقى بنا إلى عليا فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. فاتخاذ الغرف قلنا لا حرج من ذلك الأمر، لا حرج من ذلك الأمر، ولكن الإنسان لما يتعامل مع الدنيا يتعامل مع الدنيا نقول بقدر الحاجة، بقدر ما نحتاج، لا نأخذ من الدنيا إلا بقدر ما نحتاج. قلنا بالضبط كده زي الإنسان نقول عنده متجر كبير لكن هيسافر، مش هياخد كل المتجر، مش هياخد كل المتجر، هيحمل معاه ما يحتاج إليه من الزاد. كذلك أيضا احنا نتعامل مع الدنيا كده بما نحتاج إليه، بما نحتاج إليه، وأما ما فضى عن حاجز الإنسان فالأولى أن يدخر ذلك لأمر الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قطع السدر. قال باب في قطع السدر، ثم ذكر عن عبد الله ابن حبشين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار.
قال في رواية عبد الله بن حبشين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. يبقى ده كان التوجيه الذي وجه به أبو داود رحمه الله هذه المسألة من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. يبقى ده كلام مطلق. لما سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام. ثم ذكر عن حسان ابن إبراهيم أنه قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع السدر ثم ساق معناه. فقال باب في قطع السدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار أي أن ربنا سبحانه وتعالى ينكس رأس هذا الإنسان في نار جهنم ينكس رأس هذا الإنسان في نار جهنم من قطع سدرة أي شجرة النبق فقال أراد بها سدر مكة لأنها حرام. يا ترى من قطع سدرة هل يا ترى في قطع هذه الشجرة بصفة عامة ولا ترى كيف يكون التوجيه؟ فأبو داود رحمه الله لما وجه الكلام ده قال من قطع سدرة في فلاة في أرض صحراء يستظل بها ابن السبيل كان فيها منافع للناس يبقى قطع شجرة الشجرة دي كان لها منافع للناس يستظل بها ابن السبيل البهائم قطع ذلك عبثا وظلما بغير حق حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. يبقى نقول على ذلك منع الناس أن ينتفعون بظل هذه الشجرة فقيل أن هي تكون من شجر مكة قيل أنها من سدر المدينة فقد نهى عن قطعه. قال هشام هذه أبواب من سدر قطعه أبي وأهل العلم مجمعون على إباحة القطع. لما سئل كده قال ترى ذي الأبواب المصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه. يبقى الراوي الحديث كان بيقطع شجر السدر الذي في أرضه يبقى معنى كلام يبقى لازم يكون معنى مقيد كما قيد به المسألة أبو داود رحمه الله. قال البهقي رحمه الله في سننه قال أبو ثور سألت أبا عبد الله الشافعي قال أبو ثور سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال لا بأس به قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوه بماء وسدر قال لي بقى المي كده اغسلوه بماء وسدر يبقى ده هيحتاج للقطع هنغسله ازاي بالسدر الا بالقطع. يبقى قال يبقى الكلام ده يحمل ان هو ليس على هذا الاطلاق قطع السدرة صوب الله رأسه في النار لكن قال يبقى الكلام ده معناه كما قال ابو داود رحمه الله. ولذلك امام الشافعي رحمه الله قال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر فلما سئل عن قطع السدر قال لا بأس به إلا أن كان فيه نوع من أنواع التعدي فيقول البياقي رحمه الله فيكون ذلك محمولا على ما حمله عليه أبو داود. وكان عروة وهو أحد رواة النهي كان يقطع ذلك السدر من أرضه وقاله في كتاب أبي سليمان الخطابي أن المزني سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحم عليه بقطعه فاستحق ما قاله قال فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع السؤال. وجعل نظير ذلك حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة وقد قال لا تبيعن الذهب الذهب إلا مثلا بمثل. واحتج المزني بما احتج به الشافعي من إجازته صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالستر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به فيبقى المسألة توجيهها كما قال
أبو داود رحمه الله. وقال الإمام الخطابي رحمه الله أن المزني لما سئل عن هذا قال وجه الكلام ده يبقى الحديث ده يحمل إزاي؟ قال أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع صدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحام عليه بقطعه، يبقى قال كأن ده خرج جواب لسؤال، ولكن نقول أن السامع سمع الجواب وما سمعش السؤال، يبقى سمع الجواب وما سمعش الجواب، يبقى سمع الجواب وما سمعش السؤال. ودي لما تكون فتوى يبقى دايما كده نقول السؤال ايه اساسا، لان ساعات احنا بنستعمل الفتوى كما يعني حكي ان ابن عثيمين رحمه الله لما قال وهذا نقاب ارى تحريمه، فقالوا كان بيحرم النقاب. طب شوف السؤال الاول ايه، شوف السؤال دي فتوى، دي اجابه، اجابه لسؤال، كان السؤال ايه؟ فقال ده نظير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه، يبقى انما الربا في النسيئه، كان ربا الفضل ملوش وجود، يبقى ده معنى الكلام، معنى الروايه انما الربا في النسيئه. فلو احنا اخذنا بظاهر الروايه دي انما الربا في النسيئه، انما تفيد الحصر اهو، يبقى الربا في النسيئه في الاجل بس، اما في التفاضل لنفس جنس السلع العربيه كان ما فيهاش نسيئه، ولكن تاتي روايه كده لا تبيعن الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، فنهى عن ربا الفضل اهو، نهى عن ربا الفضل. يبقى انما الربا في النسيئه يبقى دي خرجت اجابه لسؤال، خرجت إجابة للسؤال، فمن عمماش. وبالتالي دايما كده بنقول إن إحنا الحكم الفقهي يبقى بناخد كل الروايات اللي وردت تحت باب واحد، وبالتالي بنستخرج منها هذا الحكم. يبقى قال من قطع صدرة صوب الله رأسه في النار، يعني معنى الكلام لو واحد عنده شجر في أرضه ما يقطعهوش، لو قطعه يبقى ينال ذلك الجزاء وذلك الوعيد، يبقى ده معنى الكلام، لا يبقى دي توجيه أمر آخر. يبقى قال وكأنه قد سئل عمن هجم على قطع صدر لقوم أو ليتيم لو من حرم الله أن يقطع عليه فتعالى بقطع فاستحق ما قاله، فتكون مسألة سبقت السامع فسمع الجواب. يبقى السامع ده لما جاء جعل الجواب، ما جاش وهو السؤال بيطرح عشان يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأجاب بكذا. قال يعني في الغنم، في سائمة الغنم زكاة، قال في سائمة الغنم زكاة، فيبقى معنى كده في باقي السوائم مفيش، يبقى في الأنعام مفيش، في البقر مفيش، قال في سائمة الغنم زكاة، فالرواية جت كده، يبقى قال إن في سائمة الغنم زكاة، يبقى ده كان جواب لسؤال، يبقى السؤال المطروح كان بيسأل السائل عن سائمة الغنم هل فيها زكاة؟ فقال سائمة الغنم فيها زكاة، يبقى ما كانش مقصده تقييد المسألة إن الزكاة بالنسبة للسوائم يكون في الغنم فقط، لا، لكن دي خرجت نتيجة سؤال مطروح. وكذلك لما قال من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، يبقى الكلام ده كان نتيجة سؤال مطروح إن رجل اعتدى على سدر قوم فقام بقطعه، أو سدر يتيم فقام بقطعه، أو سدر الحرم فقام فقطعه، فقال من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. يبقى على ذلك احنا دايما كده ما تنقلش الفتوى إلا وإنت عارف السؤال. قلنا في بعض الأمور كده البعض قال إن جبريل ابن جبريل رحمه الله أباح الاستمناء، أباح الاستمناء، هو أرى الجواب ما أراش السؤال. السؤال كده إن هذا الشاب كاد أن يقع على امرأة فلم يكن له من بد من الاستمناء، قلنا حتى ينزل ما حتى لا يقع على المرأة فيقع في الزنا، فعند ذلك نقول الدفع بأخف الضررين. فهو لما قرأ الجواب ظن أنه بيبيح هذا الأمر، بيبيح أنه هو الاستمناء باليد، لا، نقول لا، دي أساسا فتوى المسألة. يبقى المسألة أن ده شاب نقول اختلى بامرأة كاد أن يفجر بهذه المرأة فلم يكن له بد إلا من إنزال هذا الماء فأنزله بالاستمناء، فعند ذلك نقول الدفع بأخف الأضرار، دي قاعدة هي موجودة. لكن ساعات القارئ بيقرأ الإجابة وما بيقراش السؤال فيعمم الإجابة، فيعمم عند ذلك الإجابة. يبقى على ذلك آدي العلماء وكيف أنهم يجمعون بين الأدلة وكيف يوجهون أيضا هذه الروايات. فلذلك قال المزني سؤال عن هذا، فقال فتكون مسألة سبقت السامع فسمع الجواب لم يسمع السؤال. وجعل نظير ذلك حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، يبقى إنما الربا في النسيئة كأن ما فيش ربا في الربا التفاضل ده، وبالتالي قال لا تبيعن الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، مفيش تفاضل بين السلع العربيه اهي، يبقى ان كان جنس واحد ومن سلع عربيه مفيش تفاضل فيها، يبقى التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الملح بالملح
مثلا بمثل وآدم بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل وآدم بيد، ونقول التمر بالتمر مثلا بمثل وآدم بيد، مفيش تفاضل اهو. يبقى مش في النسيئة فقط، لا، وكذلك أيضا ربا الفضل ممنوع كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى نقول قد تكون هذه اللفظة إجابة لسؤال، فنقول إن السامع سمع الإجابة ولم يسمع السؤال فيعمم عند ذلك الإجابة، تقول دي فتوى، والفتوى دي خرجت نتيجة سؤال مطروح، فلا بد أن نقف أولا على السؤال، وبالتالي لا نقوم بتعميم الإجابة إلا بعد النظر إلى الإجابة دي كانت عن سؤال، فين السؤال؟ يبقى على ذلك من قطع صدرا صوب الله رأسه في النار، يبقى ده حيكون على من اعتدى على إما صدر الحرم سواء المدني أو المكي، أو اعتدى على صدر قوم فقام بقطع، أو صدر أيتام فقام بقطع، يبقى أو نقول صدر في فلا يستظل بها ابن السبيل والبيان فقام بقطعها عبثا وظلما دون أن يكون له حق في ذلك، صوب الله رأسه في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة قال ترى هذه الأبواب المصاريع إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، كان عروة يقطعه من أرضه، يبقى راوي الحديث هو يبقى عارف النهي ده أو هذا الوعيد لا ينطبق عليه ولا ينطبق على صاحب الأرض التي فيها شجر إن قام بقطعها، ولكن ده يبقى حيقع على المعتدي، على الظالم الذي قطع ذلك عبثا حتى لو كانت سدرة في الفلان، طالما كان فيها النفع فقطع السدرة فقطع منفعة الناس بهذه السدرة فعليه ذلك الوعيد من رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في إماطة الأذى عن الطريق، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.